ولسه واصلين حوارنا مع السيدة أنجلينا تانغ وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين. طيب سيادة الوزيرة، كثير من النساء في المعسكرات حملهم، عملتوا شنو؟ كثير من النساء في المعسكرات بتاعت التدريب حملهم. حملهم؟ اي. كيف يعني؟ يعني كيف بتاعت انه في حالة حمل. اوكي. اي عملتوا شنو كوزارة؟ اوكي. هو طبعا اول حاجة داير ارجع قبل في سؤال داير اقول لك ان احنا عملنا شوية برضو، حاولنا نعمل اصلاح في البروكيرمنت سيستم بتاعنا. يعني حس في الوزارة هنا عندنا شغل بتاع محاربة الفساد، وده بالنسبة لنا إنجاز كبير جدا جدا. يعني نحن حس شوية كده زي ناس وقعت لهم إنه الكونتراكات الباقي بتاع الليل وبكرة دي، يعني زول بيفكر مرتين قبل يجينا بحاجة، وفي سيستم هسه قاعد نتابع في السيستم، يعني بيخلينا انه لازم تو ميك شور انه المال العام محفوظ عليه. النسوان في المعسكرات طبعا دي الناس عدلت مع ناس صغار، ناس مالكين قرارهم. فاحنا انا ما شايف انه مثلا الوزاره اول حاجه المعسكرات بتاعنا التدريب ما بيدنا نحن، بيد العالية اللي بيسموه الجي تي اس سي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، عشان انا ممبر الـNTC وعندي اهتمام خاص بالمعسكرات والحاصل في المعسكرات، اللي بنعمله الاتي، بنحاول نفتش باي طريقة دعم عشان الاوضاع اللي نشوان فيه في المعسكرات اوضاع بجد يعني ما مرضية لاي زول، يعني اي زول يمشي هناك ما بيرضى بيه. الحمل ما في زول بيعمل حاجة عنه، لأنه دي الناس كبار مالكين قرارهم، عندهم ملكية قرارهم. بيبقى شنو القانون الموجود، لو في حاجة بتحكم إنه ما مفروض المرأة تحمل في المعسكر، ده بيجي شيء تاني. أنا ما بقدر أقول، بيجي على الناس بتاع الجي تي اس سي يطبقوا هذا القانون. لكن واقعيا يعني يس هم أدولت، لكن في نفس الوقت تعرضوا لظروف سيئة خلى انه يحصل استغلال جنسي لهم. ده الحته اللي ممكن مثلا تسعني بالتدخل، مثلا الاستغلال الجنسي ده ما مقبول طبعا. يعني اذا كان ده حاجه عاملينه بيكوز مثلا زول ارغم ولا حاجه كده، ده شيء المفروض لو في حاجه زي ده طوال القانون تاخذ مجراها. ما جاكم اي تقارير زي ده او شكاوي؟ في لحد حسي ما عندنا. أنا قاعد أمشي المعسكرات، جاني كلام في واحد من الزيارات في رجاب، وقلنا للناس الجي تي اس سي، قلنا لهم لازم تتحروا في الموضوع ده وجيبوا لنا نتائج. وناس الجي تي اس سي عملوا التحري بتاعهم، والشخصية اللي بيقول إنه ممكن اعتدوا عليها ما ظهرت، هي جات بس في تقرير قالوا لي في مره اعتدوا عليها كده كده. في ناس اعتدوا عليهم في الغابه، ديل ما ناس ما من زملائهم وما معروف دمهم، بقى القصه كيس بوليسي، المفروض البوليس بعد يتخذ اجراءاته ويعمل التحري حقه لحد ما شنو يمكن يلقوا الزول المجرم ده. طيب قلت انه عملتوا سيستم داخل وزارة في موضوع بتاع المشتريات وخلافه والعقودات وكده، انت من معيتي هل في عقودات مشبوهة في الوزارة حاليا؟ في الوزارة ما عندنا عقودات كثيرة كده حسب اقول عليهم من ما يجينا، لانه الفوكس بتاعنا كله في الاكل. الفوكس بتاعنا في الاكل، لما نيجي للاكت بنراجع الاسعار في السوق. فيري سمبل، لو بنحس انه يا اخي الشغلانه دي الاسعار دي اصلا ما يعني ما 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 في توافق مع الاسعار المفروض تكون في السوق الموجوده، بنرفض. بس بنرجع يا سيدي رجع الطرابيزه والناس ناقشوه يا رفضنا. اوكي. طيب خلينا ننتقل للجزء الثاني من حوارنا.
أكثر من كم شخص طلعوا من إسبانيا مايو وسبب أنجلينا ليه؟ هم السبب أنجلينا ولا قالوا السبب؟ لا ما هم لا يعني لسان حالهم إنه يا أخي سبب أنجلينا تاني ليه أي انشقاق من أو أي انسلاق من الأيو للحكومة أو لتنظيم تاني سبب أنجلينا تاني؟ حياتها قصيرة بس أوكي طيب خلينا نجاوب يعني بس هو الانشقاقات دي مش حصلت بعد ما جينا جوا هنا في حاجة حاصلة مثلا في ناس انشقوا ما عايزين أنجلينا اللي عينوها وزيرة الدفاع قال إنهم راي وإنهم حرية إنه يقولوا لا مثلا ما عاجبهم لكن المنظومة لها أسباب ليه مثلا يختار أنجلينا عشان تبقى وزيرة الدفاع في مجموعة يمكن في نوعين من الناس النضال المسلح ما بيشبه ما زي النضال الغير مسلح احنا بعد ما جينا في 2019-2020 وكآليات واجهتنا مشاكل ما عندنا ناس مثلا في ناس في النضال المسلح ما عندهم مشكلة لكن حسب بعد شيء بعد ذلك كنا حسب قبل شوية بنتكلم عن الإرادة السياسية في ناس ما عندهم الجراء عشان يقدر يقول حاجة ضد الحكومة قاعد جوا هنا كثير من الناس اللي انشقوا مننا ديل غلبهم النضال السياسي بالنسبة لهم أسهل إنك شنو تنضم أسهل ليك والحكومة سحالتها إنه الحكومة شغال استقطاب نحن في المعارضة أوضاعنا الاقتصادية تعبانة جدا إحنا حاجة عادي إنه ننوم جعانين حتى لما كنا في الفنادق هنا وشغالين ميكانيزم عادي جدا في وقت نحن مرتين قررنا إنه نمشي في ونليت كونتينمنت أريز نمشي نقعد هناك إيه رأيك ونحن قاعدين حاسة وزراء عندنا في قبل كم زمن كده في اثنين وزراء قرروا قالوا يا أخي نحن عشان نمشي نعمل لنا خيم في البي أو سي نجي صباح نجيب شغل ونمشي نرجع من الإهانة طرد من المحل الزول قاعد فيه الزول ما لاقي يلم في حاجة يأكله الزول ما ده كله ضغوط اقتصادية حاصل إنه الحكومة شغال عنده القريش بيدي أنت لقوت ضعيف تجاه المال وكده ناس كتار لما يجينا هنا زملاء ومجرد ما يجينا نشوفه بيصينوا له في بيته الخاص سووا له كده بعد شوية شويتين تسمع الزول ينصرخ يقوم يفتش له سبب أسهل سبب قول مثلا الحيطة القصيرة أوكي طيب لكن يعني أغلب النازل بيقولوا أنجلينا لأنه بفتكروا أنك مسيطرة على الحركة بقيت الحركة كفاميلي أورجنايزيشن أنا برضو هاي ديسبيوت الحين لما كنا شغالين مع الزملاء ديل كلهم احنا في ناس معانا في النضال ده من 2013-2014 لحد ما جينا قربنا تكوين الحكومة الفاميلي انتربرايز ده بدا 200 انا الوقت ده كله ما في مرحلة من المراحل وانا ما كنت مساهمة بارزة في الحركة ليه ما احتجوا انا كنت في المحادثات من اليوم الاول كنت بقود اللجنة الأمنية في المحادثات من اليوم الأول من المحادثات في الشغل اللي اتعمل ده كله في الحركة حتى الطلق ضربه ما ميز قال لي أنجلينا زوجة رياق مشار خلينا نميز عشان ما يبقى فاميلي انتربرايز ليه بقت فاميلي انتربرايز بعد ما جينا في تكوين الحكومة أوكي. ليه مثلا دور أنجلينا دي بقت ما مرغوبة
ليه دو انجلينا دي كانت مرغوبه وكنا في حد الشده. اوكي شنو الحد الفاصل بين انجلينا القياديه في ايو في علاقتها مع رياك مشارك الرئيس للايو؟ فاصل كيف يعني؟ يعني في تحت ممكن الناس يتعاملوا معك باعتبارك قياديه وده رئيس تنظيمك. حس انت بالنسبه للناس الحاجات مختلطه. حس ان احنا في معاملتنا ده معايا انت مش بتتعامل معايا كوزيره الدفاع. انا بتكلم عن الناس المرغو. الناس المرغو انا بفتكر انه الخطوط واضحه جدا جدا. اي زول فين بيقول لك لما يجيني في البيت هناك بطبخ لهم بخدمهم بشربهم مويه بسويه كله في شغل البيت بسوي له. بتعامل معاهم انا ما بتعامل معاهم كمثلا قياديه ولا سياسيه، بتعامل معاهم كناس ضيوفنا في البيت جونا في البيت ولو عندنا نقاش خاص بكون جزء منهم. لو في شغل في عمل سياسي عمل رسمي انا في المطبخ بيرسلوا لي بيقول لي في اجتماع محتاج لي ده في حالة انه الاجتماع ده له علاقة باللجنة الامنية اللي انا فيه، في حالة انه الاجتماع ده له علاقة بالبوليت بيرو اللي انا فيه بحكم انه انا عضو بتاع الليبريشن كونسل بيطلبوني يكون في اجتماع خاص بين بشي تاني الا كان طلبوا رايي. اوكي طيب قلت انه في جزء منهم يعني حصل لهم صيانه لبيوتهم الخاصه في جبهه وكذا. دي ناس مو تحديدا؟ ما بقول اسماء. اوكي طيب ما من الادب. اوكي طيب هل الايو ما لقى شخصيه ثانيه تكون وزيره الدفاع الا انت؟ هل ايوه مالك زول ثاني غيرك تكون عشان تكون وزيره الدفاع؟ وفي نفس الوقت زوجة زي ما الحركه تفتكر انه انا ما عندي اللي بقدر اساهم به عشان اقدر مثلا ادفع بوزاره الدفاع لقدام؟ ممكن تساهمي في منابر ثانيه. لا مثلا يعني بسالك سؤال برضه. هل بتفتكر انه انا كانجلينا تاني العضو بتاعت الحركه الشعبيه ما عندي القدرة والاستطاعة اني انا اقود وزارة الدفاع؟ انا بتكلم عن وضع انه زوجك زي ما الحركة وتكوني انت وزيرة الدفاع عشان مثلا هو النائب الاول لرئيس الجمهورية، هل الوضع ده شايفاه طبيعي في بلد زي ده؟ البلد زي شنو؟ بلد زي جنوب السودان القائمة على التوازنات. هنا انت ممكن السؤال ده توجهه للدكتور ياك لكن خليني برضو اجيب لانه بيجيبني لي حاجه ثانيه. احنا هسه ده بعد 3 يوم بيكون 8 مارس. 8 مارس ده احنا عارفينه ده يوم العالمي للمراه. احنا بنتكلم عن دور المراه. سو حس الكلام اللي قاعد تقوله ده تمييز لاني مراه مثلا انا ما اتعين في المحل ده عشان انا اي هابن تو بي ا وومن ده الحاصل هسه. نو انا بتكلم على انه في وضع ما انا زوجه عشان انا مره اصلا انا زوجه عشان انا مره. انت زوجة زعيم الحركه؟ ايوه عشان انا زوجت زعيم الحركه ما اقوم اقدم اللي بقدر اقدمه للدوله. اوكي والموضوع انا ما ادري يبقى شخصي بيني وبينك. لا ما شخصي ما شخصي انا بتكلم الموضوع مطروح انا بتكلم مع الناس. ايوه انا ما ادري استخدمك عشان اوصل صوتي للمنابر البر ولا كيف؟ انا اللجنه الامنيه غدت من 2014 ما عشان ما في زول ثاني بغوت اللجنه الامنيه لكن الحركه شافت انه انجلينا دي خليها تغوت اللجنه دي اشتغلنا فيها مع بعض مع زملاء وجبنا الترتيبات الامنيه مع زملاء اتحبت انه حصل قرار انه انجلينا دي تغوت وزاره الدفاع مثلا يعني مش مثلا حقيقه انا بفتكر انه الوقت ده ما حصلت مثلا احتجاج، ليه حصل احتجاج؟
الحته دي. في اسباب، في ناس كانوا منافسين مثلا، في ناس عاملين معادلاتهم السياسيه وفي ناس وفي ناس وفي ناس ده كله. في انا شخصيا كنت واحده من الناس المعادلاتي بيشوف انه انا ما كنت داير ابقى مش وزاره الدفاع، رتبت حالي لشغل ثاني اللي هو لشغل ثاني خارج السياسه، خارج التمثيل السياسي، لم يفوت الدروي التمثيل السياسي ده كان معادلاتي شخصيا. الحزب ارادت انه تختارني عشان اعمل عود المرحله ده، وانا عملت معادلاتي بس الكلام اللي انت قلته انه ده بلد بتاع موازنات وما موازنات. اوكي طيب، بنو داخل الحركه ارشحك انك تكوني وزيره؟ اي دون نو. اوكي كلموني بس ناروني وكلموني. اكلمك منو؟ كلموني قيادتنا بتاع، اصلا الكرسي كان مطروح لكل الجريتا ريجنز يا جماعه، في ناسنا بتاع ابناي دول لهم انتوا جريتا ريجن عندكم كرسي واحده بتمشي لمرة، ناس بنقولي رفضوا، ناس علني رفضوا، ناس يونسي انضغطوا لانه اخر ناس نعروه، ناس يونسي انضغطوا قبلوا الوضع قالوا خلاص نحن بنقبل الوضع. في يونسي هم قرروا انه خلاص الكرسي بتمشي لهذه. طيب هل الوضع هسه كلام الكثير حولك ده، هل بالنسبه لك مزعج ولا اتألغمتي مع الوضع خلاص؟ الزول ما بيتألغم مع الحاجه، انت اصلا never get used للكلام الشيء، اصلا الزول ما يتألغم به، الزول يحاول يغير الوضع. انا علي انه انجز في الوزاره هنا عشان اثبت لهم انه يا اخي حبوا تعاينوا للشغل والنتائج. ولو الموضوع لو موضوعي غير شخصي لازم استمع له. لو انا شفت انه هي مساله بتاع منافسه ده ممكن اجحل، لكن انا ما بجحل زول عنده راي بيفتكر انه في ناس كتار مثلا ما بيعرفوا، يمكن يعرفوا انجلينا دي بتتكلم بتعمل كده هنا، لكن ما عارفين بالضبط كده انجلينا دي what can she deliver. علي انه أبرحن لهم، علي انه لازم انفذ و to deliver يعني. اوكي طيب، لو كان اذا كان رياك مشاعر مع زوجك هل كنت حتكوني بارزه؟ افتكر انه يس كنت بكون بارزه. اوكي لانه الشغل ال انا بعمله والعملته علاقته بسيط جدا مع رياض مشاعر. اوكي انا بديت الشغل السياسي والشغل الاكتيفيزم من ايام المدارس، ما بديت عشان انا بقيت زوجة رياض مشاعر. ولما رياض مشاعر كان في الغابه وكان في كم سنه ما شفناه ولا بنعرف وينه محله وكده، اشتغلت شغل كبير جدا في 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 اوروبا وفي بريطانيا في الشغل بتاع الاكتيفيزم عن الموفمنت وعن كده وهنا. سو شغلي ما بدا قريب ولا بدا بعد زواج رياض مشاعر. أوكي. انا قمت في اسره سياسيه. اوكي طيب، في يعني شائعات نعتبرها كثيره حول انه انجلينا تين في التشكيل في التعديل الوزاري المرتقب حتكون وزيره للبترول، هل تكهن زي ممكن يحصل؟ ما افتكر. أوكي. ما افتكر، ما في سبب. وزير النفط ما عامل شغله. اوكي. وما سميت من القياده بتاعنا انه جاي يحصل ريشافل، ما في كلام زي ده.
ما بعتنا في الرياده عشان يكون في مثلا اتفاق يقول يا اخي احنا دايرين نعمل ريشافل لسبب كده ولا لسبب كده. ما في حاجه زي ده. اوكي. طيب قلت انه ما عندكم القدره عشان تستقطبوا لتنظيمكم عشان ما عندكم قروش مثلا. لا 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 لا، قلت ان احنا ملتزمين بالاتفاقيه. ما بنستقطب لانه ملتزمين بالاتفاقيه. سياسيا في ناس بيجونا بنستقبلهم، لكن اللي بيجوا عسكريا نقول لهم لا، ما في سبب لاستقطاب. اوكي. جيمس كوك استقطبته ولا جاو ولا جبروا؟ وجبروا. اوكي. طيب في كلام سياسي برضه. اوكي سياسي. طيب وزاره البترول بقى حقتكم، في نفس الوقت ما كان في اي قضايا بتاع الاصلاح والتغيير في القطاع بتاع النفط لحد هسه ما حصل. في شغل كبير ماشي، لكن حقه انت تستضيف وزير النفط. اوكي. طيب ليه بيفتكروا ان انت اللي قاعد تدير الوزاره وما الوزير الحالي؟ يا الوزير البترول برضه كلام زي ده ماشي؟ ده خبر اول مره اسمع الشايع ده. اوكي. ليه متداول؟ ده اول مره اسمع الشايع ده جد. اوكي. يعني ما قلت لك قبل انا ما اي دونت ديل وذ سوشيال ميديا لوت، يعني ديستركشن كثير. اوكي. طيب اطلنا عليك ونختم بسؤال، هل اتفاقكم مع شريككم الاكبر حيقود جنوب السودان الى بر الامان ولا ممكن يحصل انتكاسة؟ ده اصرارنا والتزامنا، اصرارنا والتزامنا، وبنعمل اي شيء بوسعنا انه البلد ده يمشي لبر الامان. الفتره الانتقاليه بالنسبه لنا هي مرحله بتاع التحول عشان احنا نوصل البلد في وضع انه بيقدر يكون في انتخابات حر ونزيح عشان الشعب السلطه ترجع ليد الشعب، عشان البلد ده يرتاح من الحروب، عشان البلد ده يرتاح من يو نو الحكومات الانتقاليه. الحكومات الانتقاليه هي اكشلي بتشكل عدم استقرار بمرور الزمن. ممكن تعمل واحد اثنين، لما يبقى ثلاثة وأربعة بيبقى إشكالية أمنية. للبلد. أنت قبل قلت كلام وما رديت عليه، لازم أرد عليه برضه. قالوا أنجلينا مسيطرة في الحركة الشعبية، بالمناسبة بالمعارضة، بالمناسبة حركتنا حركة ديمقراطية. وأي زول حتى الناس اللي مرقوا من الحركة بيوروك، يعني حسي في تعيين الحكومات أخذ الحركة 4 شهور شغال كونسلتيشن مع البيسز بتاعين الحركة في كل الولايات عشان يصلوا لكونسنسس في هنا. فنحن we are a talking movement، بنتكلم في كل صغير وكبير، بنتخذ قراراتنا في اجتماعات عامة. أنجلينا بتطرح موقفها، بتختلف مع زول، تتفق مع زول بما فيه رئيس الحركة، لكن مواضيعنا كلها بتكون مطروحة في الطرابيزة وبتناقش في الطرابيزة والناس بتتفق عليها وبتقوم. إن فاق ده واحد من الحاجات اللي بينقضوا فيه رئيس الحركة. يعني في ناس بيفتكروا إنه لما نيجي في تعيينات عشان زول بيشوف نفسه إنه ممكن نمشي يعمل لوبي هنا وهناك، يقوموا يقول يا اخي يا سيد الرئيس ما يا كومريد تشيرمان ده ما شغلك انت، ما محتاج ده تدي لي ده، وما محتاج تناقش الوزارات، ما محتاج تناقش اعضاء المجلس، ما المفروض تناقش ده وده مع القاعده السياسيه الاكبر. فنحن وي ار توكينج موفمنت، ونحن موفمنت يعني عندنا في الموفمنت حقنا عندنا الحريه تو سي نو، عندنا الحريه عشان الزول يقول لا. اوكي. طيب لو انت بقيت في الاقليه بتعيش بقرار الاغلبيه، لكن عندنا حريه لا. اوكي. حتكون حزب سياسي 200 بشكل رسمي؟ انت لحد هسه القوانين العمل فيها اصلاح بما فيه قانون الاحزاب السياسيه لسه ما بقت قوانين، لحد ما انت تكون المجلس والمجلس يجي يجيز القوانين دي وتبقى قانون بموجبها، بعد الاخرين ممكن تبدا تسجيل الاحزاب. اوكي.
لكن حاليا احنا مع اوريدي شغالين في التحول يعني. أوكي. شفت المؤتمر حقنا شغلانة ده كله. الاسم حيتغير متى؟ في زول قال لك ماشي نغير اسم؟ طرحت انه هل هتواصل بنفس الاسم؟ لو طرحوه في المؤتمر العام ما بنقدر نغير اسم الا في المؤتمر العام. أوكي. لو دايرين نغير الاسم وده بيكون قرار المؤتمر العام. وهل في رغبه انه تغيروا الاسم ولا تواصلوا بنفس الاسم؟ ترى مؤتمر عام، مؤتمر عام هيجي فيه تقريبا 2000 وشويه. اوكي. الناس دي انا ما بقدر اتكلم بلسانه. هم بيجوا وبعد ذلك لو طرحوا موضوع بتاع انه الاسم يا جماعه مطروح انه احنا نغير الاسم هتناقش ومن هناك الناس هتتفق هل دايرين نغيره؟ اوكي لو دايرين نغيره لشنو؟ طيب بعيدا عن مؤتمر عام، رايك الشخصي انه الاسم يتغير ولا يتواصل بنفس الاسم؟ بالنسبة لي ماشي 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 مهم شديد. أوكي. حكاية الاسم ما مهمة شديد، الأهم الدستور حقك، الاستراكشر حقك، نظامك الداخلي، الفاليوز حقنك، البرنسبل حقنك. زي ما قلت لك قبل نحن حركة بنتكلم ويتوك يعني شنو؟ ديموكراسي. أوكي. شكرا على الوقت اللي اديتيه لنا، وبنكون كده خلصنا. نعمل انه نلتقي معكم في حوارات ثانيه. شكرا للاستماع وشكرا للسيده انجلينا تاني. شكرا لكم لاستضافتنا وشكرا للاخذ وقت عشان استمعوا لهذا اللقاء. اوكي شكرا جزيلا.